الحلبوسي يدعو المجتمعين في باكو إلى التصويت لأن تكون بابا على لائحة التنافس. البرلمان يكشف عن موعد انتخابات مجالس المحافظات ويعتبره ملزما. الجميلي: عدم تقديم بديل عيني أو مادي لمناطق حزام بغداد المستثمرة يعتبر إلا قصري. وبعد أن رفضتها محافظة الأنبار بوصلة النفايات المشعة تتجه صوب صلاح الدين. ومن العناوين إلى التفاصيل حياكم الله. وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رسالة إلى رؤساء الوفود العربية والأجنبية المجتمعين في مؤتمر لجنة التراث العالمي بدورتها 43 الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو في العاصمة الأذربيجانية باكو لضم بابل على لائحة التراث العالمي. وقال الحلبوسي في نص الرسالة إن حضارة بابل هي عظمة العقل البشري وهو ينجز قبل أكثر من 7000، مضيفا أن العراقيين دافعوا عن بابل ضد الأشرار قديما وحديثا. وأشار إلى أنه بعد الانتصار على عناصر داعش الإرهابي الذين هدموا شواهد الحضارة في الموصل أصبحت حماية آثار العراق ومدينة بابل التاريخية مسؤولية العالم الحر، وأن التصويت لن لتكون على لائحة التراث العالمي هو حماية للتراث الإنساني. كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي اليوم الخميس عن موعد انتخابات مجالس المحافظات في عموم البلاد، فيما أكدت أن هذا الموعد سيكون ملزما لجميع الجهات. وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي إن قانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم سيتم إعداد الصيغة النهائية له، ويتضمن هذا القانون عملية إجراء الانتخابات داخل مجالس المحافظات وإنهاء مجالس المحافظات وتحديد موعد نهائي للانتخابات والذي سيكون يوم 4 نيسان عام 2020. رأى عضو مجلس النواب السابق محمد سعدون الصيهود أن مشروع الدرجات الخاصة تخريبي لمؤسسات الدولة وبداية مرحلة جديدة لترسيخ مفاهيم المحاصصة الحزبية والطائفية والفئوية الضيقة. وقال الصيهود في بيان له أن هناك مشروع لترسيخ مفاهيم المحاصصة الحزبية والفئوية والطائفية المقيتة ومعيارها الولاءات لتلك الجهات السياسية المتنفذة كي تضمن موارد اقتصادية لها وإبعاد الكفاءات العراقية والمهنية التي هي أساس تقدم البلد وإعماره، وإنعكاسات هذا المشروع خطيرة جدا على مستقبل العراق. القرار الأخير الذي اتخذه رئيس الوزراء سيد عادل عبد المهدي حول دمج قوات الحشد الشعبي مع قوات الجيش العراقي، حقيقة هناك بعض الآراء وبعض الردود، هناك منها إيجابية ومنها سلبية. نتمنى أن يكون هذا القرار إيجابي بخدمة هؤلاء الذين ضحوا من أبنائنا، أبناء الحشد الشعبي الذين أتوا بفتوى المرجعية الرشيدة الجهاد الكفائي أن يتم حسب جميع الحقوق لهم، وأن يكون قرار إيجابي يخدم الحشد ويخدم الجيش العراقي من أجل مصلحة العراق والدفاع عن العراق العظيم. إن قرار رئيس الوزراء بزج فصائل المسلحة، فصائل ألوية الحشد الشعبي مع القوات الأمنية، هذا أمر جيد. بعد ما الكل يعلم بأن الحشد الشعبي هو تابع للدولة وتابع لقرار الأول لقائد القوات المسلحة السيد عادل عبد المهدي، اليوم أصبح حتى الفصائل مسمياتها تختلف، بدل أن تكون تكون الفصائل اللي موجودة تكون مختلفة، اليوم أصبحت تحت مسمى واحد وتابعة للقوات الأمنية. أفضل ما موجود هو استقبال من يترأس هؤلاء الألوية، استقبال هذا القرار برحابة صدر، وأيضا بالترحيب بقرار السيد رئيس الوزراء، ومن ثم الموافقة على جميع ما يريد وزج الفصائل وألوية الحشد الشعبي جميعها مع القوات الأمنية. هذا الأمر كما ذكرت بأنه جيد، وأيضا يقلل من الشكوك حول ولاء الحشد الشعبي للقوى العراقية، ولاء الحشد الشعبي للعراق. الكثير هنالك من يشكك بأن ألوية الحشد الشعبي لن تكون موالية فقط للعراق. اليوم هذا القرار سيقف بوجه الجميع وسيكون متخذا فقط للعراق،
ويكون قرارهم بيد السيد عادل عبد المهدي. حقيقة يعني قرار مجحف وقرار رئيس الوزراء دكتور عادل عبد المهدي بحق الحشد الشعبي الذي قدم التضحيات، وكان يعني هناك أعداد كبيرة من الجرحى والشهداء، فلا يمكن أن تضيع حقوقهم بهذا الشكل. يعني تارة نسمع بأنه حقوق الشهداء والجرحى يعني تضيع بين هذه الدائرة، بين مؤسسة الشهداء وضحايا الإرهاب وبين تلك الدائرة. هذا موضوع، أما الموضوع الأهم الذي تتناولوه الآن هو موضوع يعني وضع هذه الهيئة وإعادتها ضمن هيكلة وزارة الدفاع. وزارة الدفاع يعني وزارة مستقلة، وهيئة الحشد الشعبي هي تابعة لرئاسة الوزراء، ولها كيانها أيضا ولها ثقلها بين الشارع العراقي، وهذا تحجيم حقيقة. يعني هذا القرار هو بحد ذاته تحجيم لقوى الحشد الشعبي بعدما قدمت التضحيات. نجد أن هناك هذا القرار مجحف، يعني تضعيف وتحجيم لهذه القوات، ولا يمكن أن يكون الشارع العراقي يعني اليوم بمعزل عن هذا القرار. لابد أن يكون هناك تحرك من الشعب العراقي، من الأوساط الشعبية تجاه هذا القرار، على اعتبار أنه الحشد الشعبي هو يعني دافع في فترة طويلة وما زال يدافع عن أرض شعبه وعن أبناء شعبه، فلا بد أن تكون هناك وقفة مشرفة ضد هذا القرار، وبقاء هذه الهيئة هيئة مستقلة لها كيانها ولها ثقلها. كشفت النائبة عالية صيف عن مخاوف من عدم قدرة الحكومة إنجاز ملف الدرجات الخاصة خلال فترة محدودة تحدد بالقانون، مشيرة إلى أن هناك ضرورة بتركها مفتوحة لحين استكمال جميع الدرجات. سيد الرئيس، من وجهة نظر القانونية أصل وضع هذه المادة غير صحيح بالموازنة، وبالتالي يعني مجلس النواب ارتكب خطأ عندما وضع هذه المادة، باعتبار أن يعني ما ينص في الموازنة هو إيراد و ونفقات ونفقات، وهم يستلمون منصب مدير عام نعم ووكيل نعم وزير نعم نعم ماشي نعم لضروره وبدرجه وزير. سيد رئيس، سيد رئيس نعم لاهميه الماده، ولكن وضعها بنص الموازنه. انا من وجهه نظري وجهه نظر اخرى مقابله انه بيها انفاق، يعني هو درجته ما مصوت صحيح عليه كمدير عام وكوكيل وياخذ نفقات. كان المفترض نروح على الماده 59 فقره 2 في حق مجلس النواب استصدار قرارات تشريعيه. نعم. بهذا الموضوع، لذلك أقترح بأن لا نقيد هذه المادة بمدة محددة، أخشى أن الحكومة لا تستطيع خلال هذه المدة إنجاز هذا الملف، وبالتالي نضع المادة مفتوحة. أبدى عضو مجلس النواب هشام السهيل عن اعتراضه لما أقدمت عليه الحكومة المركزية بإرسال كتاب إلى الجميع أو جميع الوكلاء باستمرارية العمل لحين تعديل المادة الخاصة بهم ضمن الموازنة العامة، معتبرا ذلك مخالفة للقانون. بالنسبة للتعديل، نحن مع تعديل هذه الفقرة، لأن هذه الفقرة مهمة جدا وألزمت الحكومة بوقت، ولكن للأسف الحكومة لم تفي بالتزاماتها، والمؤسف أنه تصدر الحكومة كتاب للعاملين بالوكالة أن يستمرون بعملهم لحين تشريع هذا القانون أو تعديل هذا القانون. هذا القرار احنا كلجنة نزاهة اعترضنا عليه، وأصدرنا بيان الآن أنه على المسؤولين في الوكالة أن لا يمارسوا أعمالهم تطبيقا لهذا القانون. لا يمكن أن يلغى القانون إلا بقانون نعم، إلا بقانون أو تعديل القانون. ولذلك نحن نحذر كل المسؤولين ومن خلال مجلس النواب بالعمل المسؤولين الذين يعملون في الوكالة. قال النائب محمد الشيع السوداني أن من الظلم استبعاد الوكلاء الذين أثبتوا نجاحهم في فترة تسنمهم مناصب بالدولة لتوليهم المناصب بالأصالة، مشيرا إلى إيجاد آلية للعمل على تمييزهم وإبقائهم. ملف الوكالات من الاستحقاقات المهمة لبناء الدولة على أسس صحيحة، واليوم الكل استشعر وحدد مواطن الخلل، ومتفق الجميع على أنه البداية الصحيحة من خلال اختيار الأدوات الكفوءة النزيهة لإصلاح واقع البلد ومؤسسات الدولة. القوى السياسية بأجمعها أعلنت بوضوح عن تخويل السيد رئيس الوزراء في اختيار هذه الدرجات الخاصة، وننتظر من رئيس الوزراء في حال وجود تدخل أو فرض أن تكون هناك مصارحة من خلال ممثلي الشعب في البرلمان لهذا التدخل الذي قد يعرقل هذا الاستحقاق. بالمقابل هناك أعداد كبيرة من الرؤساء الهيئات والوكلاء والمستشارين والمدراء العامين عملوا في أصعب فترة مر بها البلد، منهم من نجح وأثبت كفاءة ونزاهة، ومنهم من تلكأ وأخفق في تأدية مهامه.
يحتاج من باب العدالة والإنصاف أن يخضع هؤلاء إلى عملية تقييم مهني واضح، وليس عملية إقصاء وتغيير من أجل التغيير وفق ولاءات ورغبات من قبل البعض. معايير التقييم هم موجودة اليوم، قانون تنظيم عمل المستشارين واضح بشروطه، سياقات وبرامج التقييم فقط. بيّنت النائب عن تحالف الفتح إقبال عبد الحسين أن المعارضة وجدت من أجل تقييم عمل الحكومة، وقالت عبد الحسين في تصريح صحفي أن عبد المهدي يعمل بهدوء وبعيدا عن الأضواء والإعلام، حيث يسير بالاتجاه الصحيح على الرغم من أن عمله لم يرضي جميع الأطراف، مبينة أنه لا توجد معارضة بالمعنى الحقيقي لإزالة عبد المهدي من منصبه، واستبعدت أن تكون بعض الكتل قد تراجعت عن خيار الذهاب إلى المعارضة بسبب سعيها للحصول على درجات خاصة، مبينة أن كل كتلة لها رأيها وتوجهاتها، ولا يمكن الحكم من معرفة ما تطمح إليه تلك الكتل. حذر النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي من تداعيات عدم تمديد البرلمان لعمل الدرجات الخاصة لمدة معينة، وقال المسعودي في تصريح صحفي أن الحكومة مطالبة بالتفاوض مع البرلمان ورئاسة الجمهورية لإقناعها من أجل تمرير قانون الموازنة الخاصة بتعديل فقرة الدرجات الخاصة، وأضاف أن عدم التمديد سيجمد عمل 4000 درجة وظيفية خاصة تدار في الوقت الراهن بالوكالة، ما سيؤدي إلى شلل الوزارة بشكل تام. طالب النائب محمد الكربولي بإلغاء قرار مجلس الوزراء المرقم 175 لسنة 2015 والقاضي بإحالة أراضي مناطق حزام بغداد إلى الاستثمار كونها أراضي مملوكة من قبل المواطنين، وهذا مخالف للدستور. شكرا سيد الرئيس. حقيقة في الأيام القليلة اللي مضت كان هنالك جدل حول استثمار محيط مطار بغداد الدولي إضافة للمناطق المجاورة عليه. الدستور حقيقة في المادة 15 و17 والمادة 23 يتكلم الملكية الخاصة مصونة ويحق المالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون. حقيقة سيد الرئيس هنالك مخاوف من العشائر اللي ساكنة في حزام بغداد وبالتحديد في مناطق الرضوانية ومحيط مطار بغداد الدولي، حيث هذه العشائر أكثر من 40 أو 50 سنة هي تمتلك هذه الأراضي ملك صرف، وللأسف قرار مجلس الوزراء المرقم 175 في سنة 2015 في 15/5 والقاضي بإحالة الأراضي والعقارات إلى شركات، وهذه الشركة حقيقة شركة يعني ما نعرف مصيرها أو ما نعرف تاريخها وإرثها، ونتفاجأ باستثناءات كثيرة لهذه الشركة. بالتالي نحن كممثلين عن هذه المناطق نطالب إلغاء هذا القرار 175 لسنة 2015 وتبعاته وإجراءاته واحترام أحكام الدستور والصلاحيات الدستورية، وحقيقة نحتاج وقفة من إخوان في مجلس النواب ليكون هناك رؤية في عملية الاستثمار في محافظة بغداد وهذه المناطق. في البداية الذي نعمل فيه تحالف القوى العراقية على إعادة الاستقرار وإعادة البنى التحتية بعد أن من علينا الله بطارد تنظيم داعش الإرهابي
وأصبحت هذه المناطق مناطق حزام للصد ومشاريع البناء وعدتها. فأرجو من رئاسة مجلس النواب تشكيل لجنة بما ترتئيه وإيقاف القرار المجحف بحق العوائل اللي ساكنة في هذه المناطق تحديدا. فيما اعتبرت النائبة وحدة الجميلية عدم تفكير الحكومة المركزية في تقديم بديل عيني أو مادي لمالكي المناطق المستثمرة في حزام بغداد يعتبر من الناحية الإنسانية إخلاء قسري للجميع، وهذا مخالف أيضا للدستور العراقي ولوائح حقوق الإنسان. سيد الرئيس، بالنسبة لاستثمار الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي، سوف أتكلم من الجنب الإنسانية، من الجانب الإنساني، ليس من الجانب السياسي وليس من الجانب الاستثماري. مساحة الأرض سيد الرئيس 160 ألف دونم، يقطنها ناس أو أناس، قسم من عندهم ملك صرف بالطابو العثماني وقسم من عندهم إصلاح زراعي، فترة توطينهم من 150 إلى 200 سنة، عدد نفوس المنطقة بحدود 250 ألف نسمة، بيها من المنشآت من مراكز شرطة، مدارس أطفال، مدارس رياض أطفال، بيها مستوصفات، بيها مستشفيات. سيد الرئيس، مسألة تحويلها إلى هيئة الاستثمار وبدون بدل أو تعويض لا عيني ولا مادي يسمى من الناحية الإنسانية يسمى بالإخلاء التعسفي أو التهجير القسري لساكني هذه المناطق. سيد الرئيس، من الناحية الإنسانية هذا العمل يسمى إخلاء قسري أو تهجير تعسفي لساكني هؤلاء ساكني هذه المنطقة. طبعا هذا يتعارض مع المادة 23 من الدستور أولا، ثانيا، ثالثا، حأوجزها بالتالي. أولا، ثانيا، ثالثا، من الدستور العراقي باب الحقوق والحريات نصت على إن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل. أين هو التعويض العادل؟ بقرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللي يقول بدون بدل، وأيضا يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني. هاي المادة 23 من الدستور باب الحقوق والحريات أولا، ثانيا، ثالثا. كما نصت المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مبادئ حقوق الإنسان اللي العراق موقع عليها، والعراق جزء من مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. المادة 17 تقول لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا. سيد الرئيس، لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا، وما حدث هو إجراء تعسفي وتهجير قسري، أنا أسميه بهذه الطريقة. لذا نطالب هذا. وطالب عدد من نواب وممثلي المحافظات المحررة ومحافظة بغداد خلال مؤتمر عقدوه في مبنى مجلس النواب بإلغاء قرار الحكومة بتحويل عدد من مناطق حزام بغداد إلى الاستثمار، مشيرين إلى أنهم جمعوا تواقيعا لاستجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار. نطالب نحن ممثلي المدن المحررة من الإرهاب وفي مقدمتها بغداد وحزامها الأمين حكومة السيد عبد المهدي إلى إلغاء قرارهم بالرقم 175 لسنة 2019 وتبعاته وإجراءاتها اللاحقة، واحترام أحكام الدستور والصلاحيات الدستورية المضمونة لمحافظة بغداد، تعزيزاً لنظام اللامركزية الإدارية، ووقف كل محاولات تقنين التغيير السكاني التي تنتهجها ما تسمى بهيئة الاستثمار الوطنية، معلنين عن جمع التواقيع اللازمة لاستجواب رئيس هيئة الاستثمار الوطنية للوقوف على الانتهاكات الدستورية والخروقات القانونية التي اعتمدتها الهيئة في معظم تعاقداتها ومخالفاتها لشروط التعاقد وعدم مراعاتها الملكية الخاصة للمواطنين، وإصرارها على أن تكون جزءاً من محاولات التغيير الديمغرافي وهدر الموارد المادية والطبيعية للعراق بشكل عام، ومحافظة بغداد على وجه الخصوص. النشرة مستمرة. دائرة توزيع سامراء تدعو المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك ودفع أجور الجباية. بسم الله الرحمن الرحيم. في الوقت الذي نعمل فيه نحن ممثلي المحافظات المحررة ومحافظة بغداد إلى تعزيز برامج إعادة الاستقرار ومشاريع البناء وإعادة الإعمار
وتأهيل المجتمعات المحلية المتضررة من تنظيم داعش الإرهابي، مكثفين الجهود لدعم الحكومة وبرامجها وإجراءاتها وآلياتها في بناء دولة المؤسسات والمواطنة. نفاجأ بصدور قرار مجلس الوزراء المرقم 175 لسنة 2019 في 15/5 والقاضي بإحالة الأراضي والعقارات المحيطة بمطار بغداد الدولي إلى الاستثمار خلافاً للقوانين النافذة وخرقاً لأحكام الدستور العراقي في مواده 15 و17 ثانياً والمادة 23 أولاً وثانياً وثالثاً باء، والضامنة للمواطن العراقي في الحق بالحياة والحرية والأمن وصون حرمة المساكن والملكية الخاصة وحظر التملك لأغراض التغيير السكاني، وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا. بالرغم من وجود أراض شاسعة في العراق وغير مأهولة بالسكان، إلا أن نوابا عن محافظات الأنبار وصلاح الدين أكدوا وجود مساع لنقل نفايات مشعة من جنوب العراق لطمرها في محافظة صلاح الدين. التفاصيل في سياق هذا التقرير. بعد أن اعترض نواب من محافظة الأنبار على عزم الحكومة العراقية نقل نفايات مشعة من محافظة البصرة إلى الأنبار لدفنها هناك، برغم أن المحافظة تمتلك مساحات صحراوية شاسعة تصلح لدفن تلك النفايات، بدأت بوصلة تلك النفايات الخطيرة تتجه صوب محافظة صلاح الدين المكتظة لتدفن في مناطق سكنية تملأها الأزمات ولا تنقصها أزمة جديدة. تحركات حثيثة قادها نواب عن المحافظات المستهدفة لثني الحكومة عن هذا الإجراء والذي له أثار سلبية على المواطنين. فقد أكد النائب عن تحالف المحور الوطني مقدام الجميلي في بيان إرسال كتاب إلى رئيس مجلس الوزراء يتضمن الرفض القاطع بنقل النفايات المشعة وطمرها في صلاح الدين. الجميلي أضاف أن لدى العراق الكثير من الأراضي الصحراوية الشاسعة البعيدة عن المناطق السكنية لمعالجة مشكلة هذه النفايات. من جهتها أكدت حكومة صلاح الدين أن الموقع الذي تعتزم وزارة العلوم والتكنولوجيا استخدامه لدفن المواد المشعة هو منشأة المثنى الواقعة ضمن الحدود الإدارية لقضاء سامراء. ومع تمسكها بالرفض لهذه الخطوة اقترحت حكومة المحافظة نقل تلك النفايات إلى مواقع بديلة على الحدود بين العراق والسعودية أو الحدود مع إيران لطمر هذه المواد الخطيرة. وبرغم أن الجهود والاعتراضات أسهمت بقيام لجنة الصحة والبيئة النيابية بإيقاف إجراءات نقل المخلفات الإشعاعية، إلا أن الأمر ما زال قيد الدراسة، ما قد يسفر عن مضي في تنفيذ العملية الأمر الذي سينعكس سلبا على مواطني صلاح الدين خاصة، وإن تلك النفايات المشعة يبقى خطرها قائما بحسب المنظمات الطبية. تستمر مطالبات أهالي سامراء بفتح دائرة للجوازات في مدينتهم، مبينين حاجة قضاء سامراء لدائرة الجوازات نظرا للكثافة السكانية الكبيرة التي تتمتع بها المدينة، ولكي لا يتجشم المواطنون على إصدار الجوازات في أقضية أخرى. مدينة ضخمة محتاجة إلى فتح دائرة الجوازات، لأن المراجعين اللي يريد يفتح جواز اللي يريد يسوي جواز لو يروح التكريت لو البلد، فمدينته أولى فتح مقر الجوازات بسامراء أسوة باقي الأقضية. نطالب بفتح دائرة للجوازات في مدينة سامراء. أنا طالب جوازات بسامراء، أريد يشبك يشتغلوها معروف، يعني هاي هي تبينية عليهم. ليش بسامراء ماكو؟ ليش بتكريت وبلد موجودة؟ وليش بسامراء ماكو؟ موضوع الجوازات احنا هاي الربابة جاي نسمع بها صار شهرين سنتين مدري اكثر، كل ما تريد واحد يريد ينتخب لو واحد يريد يسوي شيء طلعوا لك الخبر فلان استاذ فلان تحرك على الجوازات، اليوم زاروا الدائرة، اليوم راح يجيبون الجهاز، وهاي كله تسويف بتسويف وضحك على الدقون.
قال عضو مجلس محافظة صلاح الدين جاسم ممتازة إن فتح دائرة جوازات سامراء متوقف على إرسال كرفانات الإدارة التي يفترض أن تصل في الأيام القليلة المقبلة رغم التأخير، مؤكدا جاهزية الدائرة بالكامل من أجهزة وترتيبات إدارية. الموضوع حقيقة يعني الدائرة هسه جاهزة من كل النواحي باستثناء أكو فقرات اللجنة اللي جت من بغداد من وزارة الداخلية ثبتت بعض النواقص واتفق على أنه مع المحافظ واللجنة اللي هي موجودة التنفيذ على إكمال هذه النواقص. المحافظ أوعز يعني حقيقة من فترة على تجهيز كرفانين وتكملة النواقص اللي هي نواقص بسيطة لأجل افتتاح المبنى. الأجهزة مشترات والموقف حاليا فقط بس على الكرفانات. النواقص يعني نقدر نعتبرها على وشك الإنجاز. الكرفانات موعدها يعني كان يفترض ذاك الأسبوع الماضي بأمر من السيد المحافظ أوعز إلى اللجنة وإلى القسم الفني المعاول الفني بإرسال الكرفانات. من المؤمل أعتقد يعني يفترض أخذت أكثر من المدة المقررة، ولأنه أنا أتابع حتى تصنيع الكرفانات والمعاول الفني أوعزنا أنه كانت الموضوع في نهاية هذا الأسبوع توصل إلى موقع موقع الجوازات. اليوم يعني اليوم راح اتصل ايضا بالسيد المعاون ونشوف يعني هل انه ايفاء بالموعد ام راح تؤجل الى اشعار اخر. على معلوماتي يعني يفترض البنايه كان يفترض تنفتح وتشتغل الجوازات يعني من بدايه الاسبوع الماضي، بس احنا نعطيها مهله اخرى ما مشكله لا باس حتى نشوف الجوازات الكرفانات وين وصلت مراحلها. واليوم اكيد راح اتصل بالسيد المعاون الفني ومننا اليوم الاحد ان شاء الله بعون الله على الموعد مال السيد المعاون الفني. يفترض قبل يومين ثلاث ايام اتصل، بس مع ذلك احتمال اكو فد اشياء اخرى اللي عرقلت وصول الكرفانات، فراح اتصل به اظن اليوم ونتابع اسبوع الاخر ان شاء الله بعون الله. متوقع انه تصل الكرفانات اسبوع الاخر. أن التجهيز للأحياء السكنية يعتمد أساسا على تسديد قوائم الجباية في الحي نفسه، داعيا المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك ودفع أجور الجباية. الجميع يعلم أن نسبة تجهيز الطاقة الكهربائية لمدينة سامراء يعتمد على نسبة الإنتاج ودرجة الحرارة، لكن التجهيز حاليا قد يكون متذبذب في مدينة سامراء بسبب ارتفاع درجة الحرارة والهدر في الطاقة الكهربائية، لكن ندعو المواطن أن عند ارتفاع درجة الحرارة يكون الترشيد في الطاقة الكهربائية وأطفاء الزائد عن الحاجة ليتسنى التجهيز المواطن. والأهم من كل هذا أن موضوع الجباية في الطاقة الكهربائية يعتمد على كل حي على نسبة جبايته، بحيث يكون تجهيز المنطقة مثلا 4 أو 5 ساعات نقوم بإطفاء المغذي لامتناع المواطن عن دفع الجباية، وهذا يسبب إرباك في تجهيز الطاقة للحي أعلى، حيث يقوم الكهربائي بقطع التيار عن المواطن وهذا يحتاج إلى تأمين من قبل المحطة أو إطفاء هذا الحي، وبعدها أيضا عند تسديد القائمة يقوم بإعادته أيضا يحتاج إلى إطفاء. لذا نهيب بالمواطنين الكرام إلى تسديد القوائم الكهرباء من قبل إلى العداد الموجود في المنطقة كي لا نقوم بإطفاء التيار وحرمان المواطنين من الطاقة الكهربائية. الأغلبية في سامراء يمتنعون عن دفع الجباية بصورة سهلة، وهذا يلجأنا إلى القطع، والقطع يوميا صباحا ومساء، ولم أتهاون مع قطع أي مواطن ما لم تكن قائمته مسددة. ولكن أناشد أصحاب العمارات التي تزيد مساحتها عن 200 متر، هذا إنذار نهائي من خلال قناة سامراء، إلى عمل أو نصب محولات خاصة لعماراتهم. الأسبوع القادم لم تكن هناك عمارة في سامراء تزاحم المواطن في تجهيز الطاقة الكهربائية، سوف أقطعها ويكون عمل اشتراك رسمي له ومحولة خاصة لا يتدخل بها أي مواطن إلا صاحب العمارة وحده. بالنسبة لإنارة مدينة سامراء، منذ تاريخ زيارة محافظ صلاح الدين إلى مدينة سامراء بدأ العمل بتاريخ 8/3 بعمل إنارة مدينة الجزء من مدينة سامراء
بطول 7 كيلو في مناطق متفرقة وشوارع ذو سايدة الرئيسية، وإن شاء الله العمل مستمر في موضوع إنارة شوارع سامراء حال وصول المواد التي حصلت الموافقة على تجهيزها من قبل الأستاذ زيدان مدير عام توزيع كهرباء. وشمالا إلى بهجي، فما زال أهالي القضاء المنكوب يأملون بسرعة إنجاز معاملات تعويضهم عن دورهم ومحالهم التجارية ومزارعهم وبساتينهم التي أتت عليها نيران الحرب على تنظيم داعش. مصطفى حادي والتفاصيل. حرب ضد الإرهابي بعد، فتلك آثاره واضحة المعالم على الطرقات والدور والمحال التجارية في المناطق التي حررت. آثار النكبة هنا وهناك، لكن النكبة الأكبر تكمن في عدم تعويض المتضررين ليبقى الحال كما هو عليه. ملف التعويضات صفر حاليا في بيجي، يعني أكثر بيوت مفلشة وماكو، يعني كل شهر شهرين ثلاثة تطلع كم معاملة بس اللي يستلمون، وأكثر اللي يستلمون هم الزناقيل. تلقى الفقير يركض بمعاملته وكل شيء ماكو لحد الآن. فنطالب يعني من سيد المحافظ رئيس مجلس المحافظة يتابعون قضاء بيجي، يعني أهم شيء شغل التعويضات. إذا كل مواطن يستلم حتى لو نص تعويض هم يعمر بيته، اللي بيته محروق، اللي بيته واقع، اللي سيارته احترقت، اللي محلاته راحت، اللي عنده بستان انهجم. فهي أهم شيء حاليا بالبيجي محتاجين شغل التعويضات. قضاء بيجي أكثر قضاء تدمر محافظة صلاح الدين كلها بنسبة 100%. أقول لك ما أريد أقول لك لا 90 ولا 100% بالفعل. الجدول شهر كامل يشمل بيجي يومين، أمور إدارية أربع أيام، الأقضية الباقية 3 أيام وأربع أيام. مسؤول التعويضات في محافظة صلاح الدين أكد أن من أكثر الأقضية تضررا في المحافظة هو قضاء بيجي، ونسبة الدمار أكثر من 85%، مؤكدا أن لجنة التعويضات أكملت أغلب معاملات الأهالي في القضاء. الحقيقة قضاء بيجي هو أكثر القضاء الأقضية المتضررة عندنا بالمحافظة، زين يعني نسبة الدمار يعني أكثر من 85%، لذلك تجد أنه أغلب المعاملات اللي جاي تروح لبغداد وجاي نسلم بها مبالغ هي 70% هي تعود القضاء بيجي. قضاء بيجي أكملنا المعاملات اللي واردة من 16، كل المعاملات اللي كاملة إن شاء الله ينتهي. العام أيضا عندنا بهذا الأسبوع يعني توزيع مبالغ اللي صكوكهم أيضا صدرت من قبل وزارة المالية، وراح تكون الأغلبية أيضا تجد بها أكثر من 75% هي تعود القضاء بها. تأخر تعويض المواطنين أصحاب الضرر يعد كارثة إنسانية لا تقل كثيرا عما فعل الإرهاب بهم، وبقائهم معلقين بين الوجود والضياع يجسد عجز المسؤولين عن واجباتهم تجاه من منحوهم الأصوات يوما من الأيام. من قضاء بيجي، مصطفى الوحادي، سامراء الفضائية. أخبارنا الاقتصادية مع الزميل إبراهيم الهاشمي بعد الفاصل. أخبار بلا أسرار. بلا أسرار. شكرا زميلي عمر، أهلا بكم. نشرة اقتصادية جديدة بدايتها أبرز العناوين. وزير التخطيط يناقش مع المجلس الاقتصادي العراقي دعم القطاع الخاص. وأستراليا تقاضي سامسونج بتهمة تضليل المستهلكين بشأن هواتف جالاكسي.
أهلا بكم من جديد. ناقش وزير التخطيط نوري الدليمي مع أعضاء المجلس الاقتصادي العراقي اليوم الخميس ضرورة دعم وتطوير مفاصل القطاع الخاص وذلك لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني. وأضاف وزير التخطيط نوري الدليمي في بيان تلقت قناة سامراء نسخة منه أنه يجب أن نتجرد من الأنانية والمصالح الشخصية لكي نستطيع تحريك عجلة الإصلاح وتمكين القطاع الخاص واتخاذ قرارات جريئة لاتخاذ نظر الاعتبار أي مصالح حزبية أو شخصية أو انتخابية ليكون للقطاع الخاص دور مهم في معالجة الكثير من المشاكل التي يعاني منها القطاع العام. وقعت وزارة النفط الخميس مذكرة تفاهم مع نظيرتها العمانية في مجال النفط والغاز، فيما أشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان إلى أن المذكرة تضمنت دراسة إمكانية إنشاء مصفات نفط مشتركة في عمان لتكرير النفط الخام المستورد من العراق. وقال الغضبان خلال توقيع المذكرة بحسب بيان لوزارة النفط أن الوزارة حريصة مع دول الجوار دول الإقليمي وما يتطور الصناعة النفطية والغازية في البلاد. وأضاف أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال النفط والغاز، بالإضافة إلى تصدير النفط العراقي إلى سلطنة عمان واستيراد المشتقات النفطية من السلطنة وإنشاء مستودعات ومحطات لتخزين النفط الخام والمنتجات النفطية في كلا البلدين. أعلن السفير الألماني لدى العراق سيرين نون الخميس أن شركة سيمنز ستوقع عقد المرحلة الأولى مع وزارة الكهرباء العراقية الأسبوع المقبل لإنشاء محطتين بطاقة 800 ميجاوات. وقال نون أن شركة سيمنز ستوقع الأسبوع المقبل عقدا مع وزارة الكهرباء للمرحلة الأولى من خارطة الطريق لتزويد العراق بالطاقة الكهربائية. وأضاف أن الشركات الألمانية تشعر بالارتياح خلال عملها في العراق، مشيرة إلى أن الشركات تعمل في كثير من النشاطات سواء كانت في مجالات الطاقة والبنية التحتية للطاقة والمستشفيات وغيرها من المشاريع الأخرى. رفضت وزارة داخلية إقليم كردستان الخميس التريث بقرار حظر استيراد السيارات الغارقة والمصدومة إلى الأراضي الإقليم. وقال المدير العام في ديوان وزارة الداخلية سامي جلال في تصريح للصحفيين أن ذلك القرار باق كما هو ولم يطرأ عليه أي تغيير. وأضاف أن الوزارة لا تنوي أيضا إجراء أي تعديل على القرار الذي دخل حيز التنفيذ في بداية شهر تموز الجاري. أعلن مدير شركة خطوط السكك الحديد الإيرانية سعيد رسولي أنه سيتم ربط ميناء الإمام الخميني الواقع على الجانب الإيراني من مياه الخليج مع ميناء اللاذقية السوري في البحر الأبيض المتوسط. وقال رسولي خلال اجتماع في طهران مع مديري كل من الشركات السورية والعراقية لخطوط السكك الحديدية أن مشروع ربط مدينتي شلمشة الإيرانية والبصرة العراقية بطول 32 كيلومترا سيبدأ بعد نحو 3 أشهر بتنفيذ وتمويل من إيران. وأشار إلى أن أهمية هذا المشروع ستكمن بربط شلمشة بميناء الإمام الخميني وربط البصرة بميناء اللاذقية. قالت الجهة المنظمة للمنافسة في استراليا يوم الخميس أنها أقامت دعوى قضائية ضد وحدة شركة سامسونج إلكترونيكس الكورية في البلاد متهمة إياها بتضليل المستهلكين بالترويج لهواتفها الذكية جالكسي على أنها مقاومة للمياه. وتتركز الدعوى حول أكثر من 300 إعلان عرضت فيه سامسونج هواتفها الذكية جالكسي وهي تستخدم تحت الماء في أحواض سباحة وفي البحر. وفي حالة كسب الدعوى فقد ينتج عنها غرامات بملايين الدولارات. وقالت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية أن سامسونج أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم لم تجري الاختبار الكافية لمعرفة الآثار الفعلية للمياه على هواتفها. سيدي الكارم نهاية نشرتنا الاقتصادية، هذا انتقال للزميل حميد المظهور والأخبار الرياضية. دمتم بخير.
شكرا لك زميلي حميد. وقبل الختام مشاهدينا هذا تذكير بالعناوين. الحلبوسي يدعو المجتمعين في باكو للتصويت لأن تكون بابل على لائحة التراث. والبرلمان يكشف عن موعد انتخابات مجالس المحافظات ويعتبره ملزما. الجمهوري عدم تقديم بديل عيني أو مادي لمناطق حزام بغداد المستثمرة يعتبر إخلاء قسري. بعد أن رفضتها محافظة الأنبار بوصلة النفايات المشعة تتجه صوب صلاح الدين.